إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة، جزء مثلا، وأخطأت خطأ، أو نعم وهذا السفر، يعني أنت نعم ترى نعم نعم على نعم فكرة، ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ، أنا يعني يذهب مع، وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه، نعم نعم هو يسافر يعني سفرا طويلا تخيل حتى أنني يحفظ. كنت أذهب إلى الشيخ في ومطر نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ كم يوم؟ 3 أيام، 3 أيام في الأسبوع، 3 أيام فقط. نعم. كنت أتحايل عليه، كان أول يوم، يومين فقط تحايلت عليه محايلة شديدة ليذهب إليه 3 أيام، وكان يوقفني على معاني شديدة، نعم. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط 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 فقط، هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة؟ والله كان يفعلها. الله أكبر. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. نعم، ولكني سمعت أنك عفريت شوية. الحمد لله، ربنا ألعب علي، نعم. هو شال مني البصر سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي البصر. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة، فيخفف عني بعضا من العذاب، وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن، فعسى أن يخفف عني، فالله يدخل من يشاء في رحمته، ولكنه ألعم علي بالقرآن. وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي، أذهب وحدي فقط وليس معي أحد، ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ، أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما أغلق الله بابا لعبد بحكمة إلا فتح له بابا. يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أبداً أنك أنت أبداً فقدت أبداً البصر؟ لا لا لا، في كنت هنا في يعني الصغر، البعض يشعر بنقص. في الصغر كنت أغضب، لن أكذب عليك. نعم، كنت أغضب أحيانا، لكن الآن الحمد لله لا أغضب، فهذا قضاء الله وقدر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة. نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس. اللهم آمين. فرت همومي وانشرح قلب لما تليتك، كل الأحزان فرات، يا محكم القرآن يا مسك ختوم، أنفاسي من دونك أبد ما استقرات.